يعني الحمد لله وفينا اللهم بارك لنا في نجينا يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما شبك ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آل حق وقدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وصل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الخد وتنفرج به الكرب قدره وحسن الخاتم وسأسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وعافية الأبدان وعافية الأبدان حسن زيارة حليلة وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن النفس اللهم أحسن عاقبتنا اللهم أحسن عاقبتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور خصوصا أمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وعجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته Amin. Ya Allah, tidak ada dosa kecuali Engkau yang mengampuni. Amin. Amin. Wala hamban illa farajtah, tidak ada cita-cita kecuali Engkau yang mengabulkannya. Amin. Amin. Ya Allah. Wala daynan illa qadaytah, tidak ada hutang yang kami kecuali Engkau yang menutupnya. Amin. Wala aiban illa satartah, tidak ada satu kecelaan aib kecuali Engkau yang menutupinya. Amin. Wala maridan illa safartah, tidak ada satu kecuali Engkau yang menyembuhkannya. Amin. Amin. Sembuhkan ya Allah penyakit. Amin. 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 Ya Allah. Anta syafi syafi la yughadiru sakum. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam tarham lana. Amin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam tarham lana. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wad dunya wal akhirah. Amin. Wa afiyatan waziyata. Amin. Wa barakatan fir rizq. Wa tawbatan qabla al maut. آمين آمين اللهم أحبنا علينا يا الله في الشكرة النجاة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.